كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. الشعب المغربي وحكومة أيضا، موضوع المتعلق بالمقترح الملكي الهام المتعلق بالتفاوض مع الجزائر. هذا الموضوع ظل نوعا ما متواريا عن الأنظار فيما يخص تداعياته، إلى أن توصلنا إلى أن وزير الخارجية رفقة ياسين المنصوري ربما شرع في تدبير الموضوع. سؤال يتعلق بشح المعلومات فيما يتعلق بالقضية الوطنية، غياب خلية التواصل على مستوى وزارة الخارجية، تواري أيضا الحكومة في إعطاء ما يجب من معلومات تهم الشأن المغربي. شكرا. فيما يتعلق بالعلاقة مع الجزائر، أولا هنالك خلية تواصل على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وهنالك حرص على إبلاغ الرأي العام بالمستجدات في حينها. نعطيها مثال بسيط، وهو هذا الأسبوع كان اللقاء الذي جمع سيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مع سفير جمهورية الجزائر بداية الأسبوع الاثنين الماضي قبل 4 أيام، وعلى إثره صدر بلاغ مفصل حدد بدقة الإطار الذي يحكم السياسة الخارجية لبلدنا في هذه المرحلة إزاء العلاقة مع الجزائر والاتحاد المغاربي. وهنا يمكن نشير لثلاثة ديال الأمور الأساسية. أولا، أن المبادرة الملكية بإحداث آلية سياسية مشتركة مع الجزائر للحوار والتشاور، عبرنا عن الأسف عن كون هذه المبادرة لم تلقى الرد المأمول إلى حينه، خاصة وأن هذا الأمر كان يطرح أيضا من قبل الجزائر. ورغم تعبيرنا على الأسف إزاء هذه القضية، فإن المغرب أكد على أنه سيبقى منفتحا ومتفائلا إزاء المستقبل. بمعنى احنا ما سديناش الباب، بالعكس احنا منفتحون ومتفائلون إزاء مستقبل العلاقات بين البلدين، خاصة وأن الصيغ الأخرى إطار إقليمي وجود وسطاء لم تثمر نتائج إيجابية. المسألة الثانية، وهي أنه من حيث المبدأ وكما جاء في البلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، أن المغرب ليس لديه أي اعتراض من حيث المبدأ بخصوص عقد اجتماع لمجلس وزراء الشؤون الخارجية لاتحاد المغرب العربي،